صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. والفيديو ده شباب هندردش فيه مع بعض وبسرعه جدا عن حاجه مهمه جدا جدا. والموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هو موضوع مهم جدا لكل الناس, وهو عن تسريع الكمبيوتر وايه اهم الخطوات اللي انت هتعملها في الموضوع ده. وده طبعا علشان تاخد افضل اداء للكمبيوتر الخاص بيك. وده ليه؟ هل لو الجهاز بتاعي متركب له اس اس دي هواجه نفس البطء؟ بص يا صديقي, الفكره كلها بتعتمد على استخدامك العام للكمبيوتر, مش قصه اتش دي دي او حتى اس اس دي. وان الكمبيوتر في استخدامك الاساسي بيحفظ لك اوقات ملفات ملهاش اي ستين لازمه, والملفات دياتي مع تراكمها ومع الوقت بتتقل عمليه التنقل بين المجلدات, وكمان في بعض الاوقات بتتقل عمليه القفل والفتح بتاع الكمبيوتر. بالاضافه ان الويندوز مع الاستخدام للوقت الطويل ومع تثبيت البرامج الخارجيه اللي بتعمل تحكم كامل او اللي بتفرض سيطرتها على ملفات الويندوز, او البرامج اللي بتنفذ لك ميزه هي في الاساس موجوده في الويندوز ولكن انت اضطريت انك تستخدم برنامج خارجي علشان تنفذ الميزه دي. البرامج دي وغيرها يا صديقي اوقات بتبوظ ملفات السيستم نفسها, وعلشان كده الفيديو بتاع النهارده شامل الحاجات المهمه جدا اللي بيها تقدر تساعد الويندوز بتاعك علشان ينفذ لك المهام بتاعته على اكمل وجه. والخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده مش هنحتاج فيها اي برامج غير بس برنامج التعريفات. واول حاجه صديقي لازم تكون عامل تثبيت لاحدث التعريفات الخاصه بالمكونات اللي متركبه عندك في الكمبيوتر, وده بتعمله عن طريق برنامج درايفر بوستر, والبرنامج ده هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف الخاص بالفيديو ده. وممكن كمان تكتفي انك انت تعمل تحديث للويندوز لاخر اصدار وهتنزل معاه التعريفات الخاصه بالمكونات بتاعه الكمبيوتر. ودي رساله موجهه للناس اللي بتعمل ايقاف لتحديثات الويندوز. التحديث يا جماعه مهم جدا جدا, بالاضافه انك انت لازم تعمل تحديث لتعريفات القطع اللي متركبه عندك. ولكن الافضل من انك انت تعمل تحديث عن طريق الابديت بتاع الويندوز انك انت تنزل برنامج درايفر بوستر وتستخدمه. دي حاجه مهمه جدا. والافضل من كده كمان انك انت تنزل السوفت وير الرسمي الخاص بكل قطعه متركبه عندك في الكمبيوتر. والحاجه اللي بعد كده انك انت تعمل الغاء تثبيت لاي برنامج متثبت عندك في الويندوز انت مش محتاجه او مش بتستخدمه. وده بتعمله عن طريق ان انت بتفتح الكنترول بانل اللي موجود عندك في الويندوز, وبعد كده بتختار ان انستول بروجرامز, وهتظهر ليك دلوقتي كل البرامج اللي متثبته عندك في الكمبيوتر. هتبدا ان انت تحدد البرنامج اللي انت مش بتستخدمه او اللي ملهوش لازمه بالنسبه لك, وبعدين بتدوس عليه كليك يمين وتختار ان انستول او الغاء التثبيت. وممكن كمان ان انت تعمل ازاله للبرامج دي عن طريق ان انت تفتح الاعدادات الخاصه بالويندوز نفسها, وبعد كده بتبدا ان انت تضغط على كلمه ابس, ومن ابس او التطبيقات بتبدا انها تظهر لك قائمه فيها كل التطبيقات اللي متثبته عندك نفس النظام اللي موجود عندك في الكنترول بانل. هتبدا ان انت تدوس على كل برنامج انت مش محتاجه او مش بتستخدمه واخد عندك مساحه ملهاش اي 60 لازمه, وتبدا ان انت تدوس عليه, وبعد كده تدوس على زرار ان انستول اللي موجود من تحت. وكده انت خلصت من اول خطوه وهي حذف البرامج اللي ملهاش لازمه عندك في الكمبيوتر. نروح بقى للخطوه اللي بعد كده وهي ايقاف البرامج اللي بتفتح اثناء تشغيل الويندوز, ودي برامج او تطبيقات بتتقل عمليه الاقلاع للويندوز, وده بالاضافه انها بتفضل كمان شغاله في الخلفيه وبتستهلك الموارد الخاصه بالكمبيوتر عندك وبتقلل من كفاءه الجهاز بشكل عام. وده بنعمله عن طريق ان احنا بندوس كليك يمين على شريط المهام, وبعد كده بنختار تاسك مانجر, ولما بيفتح معاك التاسك مانجر بتبدا ان انت تدوس على ستارت اب, ومن ستارت اب بتبدا انها تظهر كل التطبيقات اللي بتفتح اثناء فتح الكمبيوتر. بتبدا ان انت تحدد الابلكيشن او التطبيق اللي انت مش محتاجه انه يفتح اثناء فتح الكمبيوتر, وبعد كده بتختار ديسيبل. وخلي بالك انا هنا بقول لك البرامج اللي مش مهمه, يعني انت دلوقتي واضح قدامك ان الويندوز ديفندر موجود, وكمان لو عندك برنامج انتي فايروس خارجي هتلاقيه موجود عندك, فبالتالي ما ينفعش ان انت توقف البرامج الخاصه بالحمايه, ما ينفعش ان انت توقف الويندوز ديفندر او حتى لو مثبت ايست او كاسبر سكاي او غيره. وبعد ما بتخلص الخطوه دي بتبدا ان انت تدوس على ويندوز وار من الكيبورد, ومنها بتبدا ان انت تكتب الكلمه اللي موجوده قدامك, وبعد كده بتبدا ان انت تدوس اوكي, وبتظهر ليك قائمه بتبدا ان انت تختار منها السيرفيسز, واللي هي بالعربي يعني الخدمات اللي بتفتح اثناء الاقلاع. المهم بعد ما بتفتح معاك القائمه دي بتبدا ان انت تعلم على علامه الصح اللي موجوده من تحت, ودي بكل بساطه معناها ان انت بتخفي كل الخدمات الخاصه بمايكروسوفت وبتسيب بس الخدمات اللي هي خاصه بالتطبيقات اللي انت مثبتها. المهم دلوقتي هتظهر قدامك كل التطبيقات او كل الخدمات اللي بتفتح في الخلفيه اللي انت مثبتها عن طريق برامج خارجيه. بتبدا ان انت تشيل العلامه من على كل البرامج او الخدمات اللي انت مش محتاجها انها تفتح اثناء اقلاع الكمبيوتر, وبعد كده بتبدا ان انت تدوس على اوكي. وخلي بالك لو طلب منك رساله عمل اعاده تشغيل للكمبيوتر ارفض الرساله دي تماما, لان احنا مش هنعمل اعاده تشغيل دلوقتي. وبكده انت وقفت اي برنامج او اي خدمه بتفتح اثناء اقلاع الكمبيوتر. ندخل على الخطوه اللي بعد كده وهي تنظيف الملفات اللي ملهاش لازمه عندك في الكمبيوتر, والخطوات اللي جايه دي مهمه جدا جدا. هتدوس دلوقتي من الكيبورد على ويندوز وحرف ار وهتظهر ليك قائمه الرن, هتبدا من خلالها ان انت تكتب الكلمه اللي موجوده قدامك واللي هي البريفتش, وبعد كده بتدوس على موافق او اوكي يعني, فبيفتح ليك مجلد فيه كل الملفات اللي انت شايفها قدامك دي. تبدا ان انت تحدد كل الملفات دي وبعد كده بتعمل لها حذف, وما تقلقش خالص الملفات دي ملهاش اي 60 لازمه عندك في الويندوز. المهم بعد كده بتبدا ان انت تدوس على ويندوز وحرف ار من الكيبورد مره كمان, وبعد كده بتكتب تم, وبعد كده بتدوس على موافق وبتفتح نفس الفكره بالظبط مجلد فيه كل الملفات اللي انت شايفها دي. هتبدا ان انت تحددها برده وتعمل شيفت ديليت من الكيبورد, ونفس السيناريو مره كمان. هتبدا ان انت تدوس على ويندوز وار من الكيبورد, وبعد كده بتكتب علامه في المية, وبعد كده تكتب تم وعلامه في المية في الاخر, وتدوس على موافق وبيفتح لك مجلد برده
برضه هتحدد كل الملفات اللي موجوده جواه، وبعد كده تعمل شيفت ديليت من الكيبورد، واخر مره هتبدا ان انت تدوس على ويندوز وار، وبعد كده تكتب كلمه ريسنت، وبعد كده بتدوس على موافق، وغالبا المجلد ده مش هتلقى فيه اي ملفات موجوده، ولكن لو لقيت فيه اي ملفات اعمل لها برضه تحديد واعمل لها حذف من الكمبيوتر عندك. ونروح بقى على الخطوه اللي بعد كده، والخطوه دي مهمه جدا برضه، وهنعمل عمليه تحسين للكمبيوتر بشكل عام. هنبدا دلوقتي ان احنا نفتح الزيز بي سي اللي موجود عندك في الكمبيوتر، وبعد كده بنتوجه لبارتيشن النظام، وبعد كده بندوس عليه كليك يمين ونختار اخر حاجه موجوده من تحت واللي هي الخصائص. وبعد ما بتظهر ليك القائمه اللي ظاهره قدامك دلوقتي، هنبدا ان احنا نتوجه على تولز او ادوات، وبعد كده بنختار اول زرار موجود من عندك، وهتظهر ليك قائمه ثانيه هتبدا ان انت تدوس على زرار سكان درايف، والعمليه دي تنفع على اتش دي دي او حتى اس اس دي، وبعد كده بتستنى شويه يعمل سكان او فحص للكمبيوتر عندك، ومش هياخد منك وقت كتير على فكره، يعني تقريبا من 5 لـ 6 دقائق مش كتير. وده بكل بساطه بيبدا انه يعمل عمليه فحص للملفات اللي موجوده عندك في النظام التلفه، وبيبدا ان هو يعمل لها عمليه معالجه، وبعد ما بيخلص بيظهر لك رساله بيقول لك ان العمليه تمت بنجاح، وكمان بيقول لك اذا كانت في اخطاء قبل كده لقاها في الويندوز عندك ولا لا، وكمان لو الاخطاء دي عمل لها معالجه ولا لا. المهم هتبدا ان انت تقفل الرساله دي، وبعد كده ترجع لنفس القائمه اللي احنا كنا فاتحينها قبل كده، وبعد كده تدخل او تخليك على جنرال، ودي منها بتبدا ان انت تشيل كل الملفات الزايده او الملفات الاضافيه اللي موجوده عندك في الويندوز. بعد ما بتدوس عليها هتظهر ليك قائمه هتحدد كل علامات الصح اللي موجوده من قدامك الا اول علامه موجوده عندك من فوق، وده ليه؟ لان اول علامه دي هي مجلد التنزيلات اللي انت عاملها من الانترنت قبل كده، بمعنى ان انت لو عملت له حذف او عملت له تحديد مثلا هيبدا انه يحذف لك اي حاجه انت عملت لها داونلود من الانترنت قبل كده. وبعدين بتدوس على زرار كلين سيستم فايل، وبعد كده بتنتظر شويه، ولما بيخلص بتدوس على موافق. هتظهر ليك نفس القائمه مره ثانيه، هتبدا ان انت تحدد كل الملفات اللي موجوده عندك الا مجلد التنزيلات، وبعد كده بتدوس على اوكي، وبعد كده بتظهر لك رساله بيقول لك حذف، يعني هتقول له ديليت فايل او مسح الملفات، وبتستنى شويه لحد ما بيخلص عمليه الحذف والمسح بتاعه الملفات دي. وهتلاحظ ان بارتيشن السي عندك المساحه الفاضيه اللي فيه زادت، وده ليه؟ لانه حذف الملفات الخاصه بالتحديثات القديمه عندك او المتراكمه قبل كده. والحاجه اللي بعد كده بقى هنبدا ان احنا نعمل عمليه تصليح للملفات الناقصه اللي موجوده عندك في الويندوز، ودي حاجه على فكره مهمه جدا علشان استقرار النظام عندك. هتبدا ان انت تفتح شاشه السي ام دي عن طريق ان انت بتدوس على علامه العدسه اللي موجوده عندك من تحت في الويندوز، وبعد ما بتدوس عليها بتبدا ان انت تكتب سي ام دي، وبعد كده بتفتحها كمسؤول، وبعد ما بتفتح معاك شاشه السي ام دي بتبدا ان انت تكتب الكلمه اللي موجوده قدامك دلوقتي، وبعد كده بتدوس انتر. وفي الخطوه دي هو بيبدا انه يعمل عمليه فحص للملفات التلفه اللي موجوده عندك في الويندوز، ولو لقى فعلا ملفات بايظه عندك في الويندوز بيبدا ان هو يعمل لها عمليه معالجه او حتى يعمل لها داونلود من الانترنت. هتستنى شويه لحد ما تخلص، وعلى فكره العمليه دي بتاخد معاك شويه وقت، يعني ممكن 10 دقائق 15 دقيقه 20 دقيقه ممكن كمان نص ساعه. وبعد ما بيخلص معاك ما تقفلش شاشه السي ام دي، وحتى لو قفلتها ارجع افتحها تاني كمسؤول. ولما تفتح معاك ابدا ان انت اكتب الامر اللي موجود قدامك دلوقتي برده ودوس على انتر، وده برده امر بيساعد على تصليح الملفات التلفه اللي موجوده عندك في الويندوز، يعني كلها كماليات لبعض. هتستنى لحد ما يخلص معاك، وعلى فكره ده هياخد معاك شويه وقت ولكن مش زي الامر الاول، هياخد معاك شويه وقت ولكن مش كتير. وبعد ما بيخلص معاك هنبدا ان احنا ندخل على المرحله اللي بعد كده، وهي انك برده في شاشه السي ام دي تبدا ان انت تكتب الامر اللي موجود قدامك دلوقتي وتدوس على انتر، وتبدا ان انت تستنى شويه حلوين، والامر ده بكل بساطه بيعالج الهاردات او الوحدات التخزين اللي متركبه عندك في الكمبيوتر. طيب وهتقول لي ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجوده عندي في وحدات التخزين مثلا؟ اول حاجه ان انت مثلا وحده التخزين الخاصه بالنظام عندك، ممكن يكون الكمبيوتر عندك قفل مره او مرتين غلط قبل كده، ممكن تكون الكهرباء قطعت عن الكمبيوتر قبل كده، فبالتالي في ملفات تلفه بتتراكم عندك في السيستم بتتقل عمليه الاقلاع الخاصه بالويندوز. الامر ده بقى بيبدا انه يعالج وحدات التخزين اللي موجوده عندك بالكامل سواء بارتيشن نظام او غيره، علشان تبدا انها تسهل عمليه التنقل بين البارتيشنات، وكمان تسهل عمليه الاقلاع والقفل بتاع الكمبيوتر. هتستنى شويه لحد ما بيخلص، وبعد كده بندخل على المرحله اللي بعد كده واللي هي عمل فحص او تصليح لمشاكل الانترنت بشكل عام. يعني انت لو عندك مشاكل في الانترنت اثناء التصفح مثلا او اثناء التنزيل، بتحس مثلا بتقول مفاجئ في الانترنت، بتبقى بتتصفح بشكل عادي ولكن في مشكله تحس ان الانترنت تشنج كل مره واحده كده، لو انت بتلعب اونلاين مثلا بتحس ان البنج بيرفع وينزل معاك مره واحده، يبقى لازم تعمل الخطوه دي. وزي ما انت موجود في شاشه السي ام دي، واتمنى ما تكونش قفلتها من اخر مره، ولو قفلتها ارجع افتحها تاني كمسؤول. هتكتب فيها شويه الاوامر اللي جايين دول بالترتيب. الاول خالص هتبدا ان انت تكتب الامر الاول ده، وبعد كده بتدوس على انتر، وبعدين بتكتب الامر الثاني، وبعدها بتدوس على انتر، وبتستنى شويه لحد ما الامر يخلص ويظهر لك رساله ان انت تكتب الامر الجديد، وبعدين بتكتب الامر ده وتدوس كمان على انتر، وبعد كده بتكتب الامر اللي قبل الاخير والامر الاخير، وبعد كده بتدوس على انتر. الاوامر دي بكل بساطه بتحل معاك مشكله الانترنت او الدي ان اس اللي موجود عندك في الانترنت، فبالتالي بعد ما بتنفذها بالكامل وبالترتيب زي ما انا وضحت لك دلوقتي هتتحل معاك مشاكل الانترنت بالكامل. طيب انت دلوقتي خلصت كل حاجه تقريبا موجوده عندك في الكمبيوتر، وما تقلقش مفيش اي خطوات تانية هتعملها. انا عارف ان الفيديو كان طويل ولكن كان لازم ان انا اوضح لكم النقط دي كلها، وحبيت كمان ان انا اوضح لك كل حاجه تخص تسريع الكمبيوتر وتحسين الاداء بشكل عام وكمان بدون برامج خارجيه. دلوقتي بقى هتبدا ان انت تعمل ريستارت للكمبيوتر بطريقه مباشره بعد الخطوات
الخطوات دي، ولازم تعمل اعاده تشغيل للكمبيوتر مش ان انت تقفله، حتى لو انت محتاج ان انت تقفل الكمبيوتر اعمل اعاده تشغيل الاول وبعد كده اعمل قفله للكمبيوتر عادي جدا. وبعد ما الكمبيوتر عندك بيعمل اعاده تشغيل هيفتح معاك الكمبيوتر وهتحس بفرق رهيب في الاستخدام او التنقل بين المجلدات او حتى فتح الويندوز نفسه، هتحس ان الويندوز لسه متثبت حالا على الكمبيوتر عندك. بس زي ما قلت لك لازم تعمل اعاده تشغيل مش ايقاف للكمبيوتر. وبس كده صديقي، مبروك عليك الاداء المحترم اللي هيعود عليك بعد الخطوات دي، وخلي الفيديو عندك او احفظ الرابط عندك علشان تعمل الخطوات دي تقريبا كل شهر او شهر ونص على حسب الاستخدام بتاعك، وده بيحسن لك اداء الكمبيوتر بشكل عام. وبس كده صديقي، لو وصلت معايا للنقطه دي اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور مدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. لو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار او محتاج الرد عليه ضروري جدا تقدر تتواصل معايا على رسائل الصفحه ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب، وطبعا الكلام ده لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.